صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBC لليوم السبت 30 نيسان 2013. تتأهب البلاد بعد عطلة الأعياد لمخاض تسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة في محاولة لتشكيل حكومة تحول دون الفراغ وتعمل على إجراء الانتخابات النيابية. لكن ماذا لو تمسكت قوى 8 أدار بحكومة وحدة وطنية تلتزم بمعادلة جيش وشعب ومقاومة، وأصرت قوى 14 أدار على المطالبة بحكومة حيادية وما انعكاسات عرقلة التأليف وإجراء الانتخابات النيابية على الاستقرار الداخلي في لبنان؟ وفي انتظار بلورة الاتجاهات السياسية في الأيام المقبلة وانطلاق الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في 5 و 6 من نيسان لتسمية رئيس الوزراء المكلف، فإن الاستحقاق الحكومي سيحضر في الخلوة التي ستجمع غدا الرئيس ميشيل سليمان والبطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي على هامش مشاركة رئيس الجمهورية في قداس عيد الفصح في بكركي. واليوم أكد الراعي في رسالة الفصح رفض التمديد للمجلس النيابي والمماطلة في التوافق على شكل الحكومة وشخص رئيسها، مطالبا بضرورة تأليفها في أسرع وقت ومحذرا من الوصول إلى أزمة وطنية. الراعي تطرق إلى قانون الانتخاب مشيرا إلى أن الجميع يجاهر برفضه لقانون الستين بينما يعمل في الخفاء على الإبقاء عليه. ضيفنا اليوم في برنامجنا نهاركم سعيد عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميل، ومعه نتناول استحقاقات التكليف والتأليف والانتخابات وغيرها من مواضيع الساعة. أهلا وسهلا فيك بالLBC. صباح الخير. مثل العادة بدنا نشوف حركة السير صباح هذا اليوم السبت، يعني يلي هو بإطار عيد الفصح. خلينا نبدأ بأوتوستراد جونية، حركة كتير سهلة اليوم، ما في أي زحمة سير ولا بأي اتجاه. منطقة الدورة كذلك الأمر السير فيها مسهل. بولفار شهر الحلو وطريق المرفأ كمان ما في أي زحمة سير. ساحة ساسين بالأشرفية حركة طبيعية. شارع الحمراء كمان حركة طبيعية. طريق المدينة الرياضية المطار كمان حركة فيها طبيعية بكل الاتجاهات. وأخيرا ساحة النجمة بمدينة صيدا كمان حركة طبيعية مع شوية ضغط سير. شيخ نديم، بداية يعني ب5 و6 في استشارات نيابية ملزم يجريها رئيس الجمهورية لتسمية شخصية لتألف الحكومة الجديدة، كحزب كتائب كقوى 14 أدار، هل يعني صار عندكم تصور لاسم إحدى الشخصيات؟ أول شيء بدي أبدأ بكلمة تهنئة بالعيد الفصح لكل اللبنانيين وخاصة المسيحيين واتمنى لهم عيد مبارك، وان شاء الله يكون هالعيد عيد لقيامة لبنان، ولا فعلا هيك نرجع نحس انه لبنان عم يرجع يقوم ويقلع بمساره الصحيح. ولكن اليوم اذا بدنا نحكي عن المشكل الكبير اللي بالبلد، لانه المشكل منه بس بموضوع الانتخابات، منه بس بموضوع التكليف او التشكيل الحكومة الجديدة، هو مشكل عميق مستقبل لبنان، بأي لبنان نريد، كيف بدنا إياه، هل بدنا لبنان، نرجع على السؤال الأساسي، هل بدنا لبنان الساحة أو بدنا لبنان السلام. اليوم أنا مثل ما شايف الأمر، بغض النظر عن التشكيل، بغض النظر عن مين رح يكون رئيس الحكومة الجاية ومين رح نسمي بخمسة شهر اليوم المهم ما نوصل إلى فراغ. كل اللي عم بينعمل وكل كل العمليه اللي انعملت من تقريبا 6 أشهر لليوم، كل الطروحات اللي انطرحت وكل الاستعدادات اللي بلشت تتاخذ، كان هدفها نوصل لمحل يلي نحن وصلنا له اليوم، يلي هو او الفراغ او الفوضى، وهذا الشيء غير مقبول اليوم. إذا عم تسألني عن حزب الكتائب أو مين رح نسمي، بعد لهلأ بفتكر بعد بكير لنقرر مين رح يكون مرشحنا للحكومة الجديدة. ولكن كون أكيد أنا بنظري أهم من مين رح يكون رئيس الحكومة أو كيف شكل الحكومة رح تجي بعدين، الأهم من كل هول هو الحصول على انتخابات نيابية بموعدها، وإذا مش بموعدها بتأجيل 40 يوم أو 2 ماكسيموم لما نوقع بفراغ كامل بالبلد وندب الفوضى. إذا متفقين على إنه يصير في انتخابات بموعدها، ساعتها كل الأمور التانية بتتسهل. يعني ساعتها بنعرف تماماً إنه المرشح أو اللي رح نسميه ما رح يكون مرشح على الانتخابات، لأنه
كلنا متفقين انه رئيس الحكومه يلي بده يجي يدير عملية الانتخابية ما راح يكون مرشح على الانتخابات. يعني إذا في انتخابات كتب ما تكون حكومة حيادية أو حكومة ما فيها مرشحين للانتخابات. هو المبدأ بيقول إنه اليوم إذا بدنا نجيب حكومة ما راح يكون في ولا ما فيها مرشح للانتخابات. نعم. هاي أولاً. ثانياً إذا بده يجي إذا عارفين حالنا إنه في انتخابات بعد شهرين أو بعد أربعة. ساعتها عارفين تماما انه هاي الحكومة حكومة انتقالية مرحلتها بسيطة وعارفة مهمتها واضحة جدا واصلة تنفذ المرحلة القادمة فقط بشهرين او باربعة. نعم. ولكن اذا اليوم يلي هو الحديث اللي عم ينحكى بالشارع انه اذا اليوم بدأت تتأجل انتخابات سنة وسنتين وهي الانتخابات هي الدور الازمة بالمستقبل الازمة بالسنتين الجايين بما فيهم رئاسة الجمهورية المقبلة بال2014 وإلى ما هنالك إلى ساعتها بدنا حكومة سياسية ساعتها رح يصير او المطالب رح تكون مطالب بحكومة سياسية بامتياز هون نرجع على الصراع. فمن هون انا اللي عم اقوله انه اهم نقطة لازم نكون مركزين عليها هي موضوع الانتخابات بموعدها. طيب رح ارجع لمسألة الانتخابات بس قبل يعني بلش التشاور بينكم كقوى 14 أدار بخصوص مين رح تسموا لرئيس الحكومة ولا بعد كمان ما في تشاور؟ يعني أول شيء التشاور ماشي صار له فترة ولكن أكيد تعجل أكتر لما قدم استقالته رئيس مئاتي. ولكن برجع بقول لك التسمية الشخص أو شكل الحكومة متعلقة مباشرة بهل سيحصل انتخابات أو هل نريد انتخابات في موعدها أم لا. إيه بس هيدي مين بدي أكد لكم إياها إذا بتصير الانتخابات أو ما بتصير؟ ما حدا بدي يعني نحن اليوم كفرقة سياسيين لازم ناخد عهد على حالنا بما فيهم النواب بما فيهم السياسيين بما فيهم القادة السياسيين لازم ياخدوا وعد حقيقي على حالهم. بدنا انتخابات بموعدها شو ما كانت الظروف كيف ما كانت الامور ما فينا نترك العملية الى الفراغ. حتى يعني اليوم على قانون الستين في لو على قانون الستين اذا اضطرينا اليوم نعمل انتخابات على قانون الستين بنعمل انتخابات على قانون الستين. انا بنظري اليوم في اولوية اساسية للمؤسسات في اولوية اساسية لعدم الفراغ. او يعني اليوم البرلمان رح يفتح مجلس الوزراء فارغ القادة الأمنيين رح يفضوا المراكز كلها للمؤسسات فاضية الاقتصاد مضروب بالأرض. طيب إذا رح نترك الأمور بالفوضى اللي هي موجودة فيه ساعتها رايحين إلى مشكل كتير كتير كبير. بخشى أنه ما نكون عم نبدأ مرحلة جديدة أو طائف جديد سيؤدي إلى خراب لبنان وعلى ظهرهم خراب المسيحية. بس على أي أساس بدها تجرى هذه الانتخابات؟ يعني اليوم في صراع يتعلق بالقانون، هناك من يريد اللقاء الأرثوذكسي، هناك من يريد لبنان دائرة انتخابية واحدة، هناك من يريد الستين، هناك من يريد دوائر صغرى. بعدنا لليوم بنفس الجدل، هذا الجدل البيزنطي اللي ما انتهى. يعني الجدل اللي موجود اليوم بالبلد هو ناتج عن فرقاء، خليني اقول بعض الفرقاء يريدون هذا الجدل لا يفضوا او لا يدمروا الدولة اللبنانية والمؤسسات ويفرغوها من كل مضمونة. والبرهان على ذلك يعني بالفترة الأخيرة شفنا انه شيء كان يعني موضوع سلسله الرتب والرواتب كان مشكل امام الحكومه لما تبحث الا بهذا الامر ويصير في ضغط عليها وتبطئ بالقوه او بالاكراه. نفس الشيء عن موضوع القانون، يعني شفنا انه كان في لجنه تشكلت ولكن حتى هيدي اللجنة ما وصلت لمحل وكان يعني نوعا ما يعني جلسة على اللجنة النيابية. يعني اللجنة النيابية نعم. كانت لجنة اوكي جلست بحثوا بالامور بس حتى عندهم ما كان في نية للوصول الى نتيجة. هيدا كله لنقول هيدا كله ببرهن انه اليوم في نية للفراغ عن بعض الافريقاء وفي افريقاء اليوم يريدون يعني وحطوا مثل ما بيقولوا
حطوا نزلوا كتير من 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 مطالبهم حتى نوصل إلى نتيجة وحتى نوصل إلى إلى حل. ولكن بعض الأشخاص بين واضح إنه ما بدهن هذا الشيء. مين يعني ما بدهن؟ حزب الله ما بده انتخابات؟ أنا برأيي حزب الله وحزب الله إذا ما عمل انتخابات على قياسه وتأمن له الأكثرية لإله ما بده الانتخابات. هو بفضل الفراغ وبفضل الفوضى وهذا شيء واضح يعني مش أول مرة يعني بيعمله. بس ما كمان كنتوا تقولوا إنه حزب الله متمسك بهذه الحكومة ولن يعني يسمح بظهر نهار نهار يلي شاف حزب الله إنه هيدي الحكومة صارت عبء عليه وبطلت عم بتجيب له ولا مكاسب وبطلت عم تشتغل مثل ما هو بده اياها وبطلت تأمن له التغطية الكاملة اللي هو كان متكل عليها كان اراد الاستقالة الرئيس مئاتي وحزب الله قال له اوكي روح نرجع نشكل واحدة تانية. وهلا عم بينحكى انه حتى حزب الله عم ينحكى انه بيرجع بيشكل رئيس مئاتي عن جديد يعني بطلت بالنسبة له مشكلة. بس اذا اجى الرئيس مئاتي يعني ما في انتخابات لانه الرئيس مئاتي انا ما بقول لك اذا اجى رئيس مئاتي عملها. انا عم بقول لك انه اذا بحال انه حزب الله حتى عم بيقول انه انا ما عندي مشكله ارجع اجيب رئيس مئاتي تقول لك قديش المشكله اليوم انه اوكي حلينا مشكل عملنا ديفيوجن بمحل معين بدنا نرجع نمشي بنفس الحكومه يعني ما عنده اي مشكله او بنفس شكل الحكومه اللي كانت موجوده. اليوم البطريرك الراعي عم بيحذر من عدم تشكيل الحكومه وعم بيحذر من عدم اجراء الانتخابات وبيقول انه الكل بيقولوا انه ما بدنا قانون الستين ولكن بالخفاء يبدو الكل عم يعملوا لحتى تصير الانتخابات على اساس قانون الستين. ليك انا برايي كل الجدل يلي صار كان هدفه شغلتين وراس الحرب فيها اكيد حزب الله او حصول انتخابات على اساس الستين يلي هي بترضي حزب الله وبترضي ميشيل عون حتى وبترضي الافريقاء 8 اذار او الحصول الى الفراغ والى عدم حصول انتخابات. وبرايي الجدل يلي صار خاصه بقانون الارثوذكسي وهالدعم اللي 8 اذار اعطته للقانون الارثوذكسي ما كان هدفه اعطاء حقوق للمسيحيين ما كان هدفه انه ايه نحن بنمشي مع حليفنا المسيحي وشفتوا خذوا نحن بنعطيكم كل شيء على طبق من فضه. لا ابدا. البرهان على ذلك انه اليوم لما حزب الله وميشيل عون بذاته بيجوا بيقولوا لك اول قانون الارثوذكس يلي بحصل اربع يلي بيعطي 64% 64 نائب للمسيحيين 100% المسيحيين بينتخبوا المسيحيين او قانون لبنان دايره واحده هيدي قبل ما نوصل كمان الى من بعد ما وصلنا كمان الى مشروع الحكومه يلي هو ضرب التمثيل المسيحي المزبوط. ميشيل عون خيرنا بين او القانون الارثوذكسي او قانون الحكومه اول فتره بعدين رجع قال او القانون الارثوذكسي او القانون لبنان دايره واحده اثنيناتهم. ما هو انا عم بحكي عن الكذبه الكبيره اللي كانوا عم بتخبوا وراها اثنيناتهم الخيارين الاخرين يلي اعطيهم 8 اذار إن كان لبنان دائرة واحدة أو إن كان مشروع الحكومة بيضربوا بالصميم التمثيل المسيحي. فكيف واحد بيقبل إنه يتنازل عن قانون اللي بيجيب له 100% تمثيل مسيحي مزبوط إلى قانونين بيضربوا التمثيل المسيحي إلى أقصى حد؟ طب هيدا كيف؟ إذا هالقد حامل شعار الحماية المسيحيين وما بيقبل إلا ما يتمثل المسيحيين ب 64 نائب 100% مختارين من المسيحيين وين؟ بقانون لبنان دايره واحده فيك تعطي تمثيل مسيحي 100% او بقانون الحكومه اللي طرحته الحكومه 13 دايره عن النسبيه مخلوط النابل الحابل بالنابل بيعطي تمثيل وطني يمكن ما بيعطي حتى التمثيل الوطني ما بيعطي مزبوط. على كل مش هاي النقطه اليوم المطروح هو او بيعملوا قانون انتخابات على قياس حزب الله وحلفائه او في فوضى والفراغ مطروح امامنا. اليوم حتى استقالة المئاتي بتخدم حزب الله يعني اليوم الوضع الفراغ اللي موجودين فيه رح نضطر بمحل معين وللأسف رح نضطر بمحل معين يقضوا كل الفرقاء على الطاولة ويتم ديل طويل عريض ببلش بقانون انتخابات بتشكيل الحكومة وصولا إلى رئيس الجمهورية اللاحق جاي كله هيدا رح ينحط على الطاولة. هيدا إذا ما صار في اتفاق أكبر من هيك
بينحطوا كل الفرقاء على طاولة خارج لبنان ويرجعوا يعملوا اتفاق جديد على شكل الطائف أو على شكل الدوحة، وهذا شيء غير مقبول كليا بالنسبة لنا. اليوم في دستور، في مؤسسات بدنا نحافظ عليها. طب هاي الدستور وهاي المؤسسات يلي موجودة بتقول اليوم بداية بقصة تشكيل حكومة انه خلينا نروح على الاستشارات النيابية الملزمة ونسمي شخصية تشكل الحكومة، وتتشكل الحكومة بالتوافق بين كل الأفرقاء ومع رئيس الجمهورية. هيدا البدنا إيه؟ المشكلة هون ما عندنا مشكلة أبدا، نحن مع تشكيل حكومة ومع إجراء الانتخابات بموعدها. طيب ما بقى حدا يماطل بهيدا الموضوع. طيب هيدا نعمل لك إيه بالموضوع الثاني بمسألة الانتخابات؟ طيب اليوم شو المانع من عقد جلسة نيابية عام؟ الرئيس بركي عم بيقول عم بفكر بعقدها، ليش ما بده يعقدها؟ هو حر يقعد أو ما يقعد. نحن اليوم اللي بهمنا انه الانتخابات تصير بموعدها. بس بدك قانون يعني. بدك قانون يا شيخ، بدك قانون. اذا منن قادرين يتفقوا على قانون، الانتخابات لازم تصير بموعدها. هلا على اساس الستين مش على اساس الستين بيتفقوا على قانون مختلط، هيدا شيء بيرجع لهم، بيرجع لكل الفرق. يعني اليوم كل واحد تنازل شوي. برجع بذكرك طيب المستعمل ما كان قبلين بالنسبية، صار قبلين بالمختلط. نبيه بري اليوم عم بيجي يحط، ما هي المشكلة كمان انه اليوم نبيه بري عم بيجي قلنا ايه ما طيار المستقبل منه قبلين والقوات منه قبلانين بالهيدا، روحوا اقنعوا حالكم ورجعوا طعوا شوفوني. هيدا المهيدي الرسالة اللي مش كانت مش قبلانين بشو المستقبل، مش قبلانين انه روحوا اتفقوا على قانون بين بعضكم ورجعوا طاعوا فوضوني بين بعضكم، بين القوات والكتائب. القوات والكتائب مش متفقين على بعضهم. هيدي كانت رسالة نبيه بري من كم يوم لما زاروا الشيخ سامي واستاذ جورج عدوين. لما جورج عدوين والشيخ سامي زاروا نبيه بري، كان في نوع من انه اتفقوا بين بعضكم ورجعوا طاعوا شوفوني. بس المشكلة ما لنا بيناتنا، نحن متفقين ونحن مستعدين نتفق بين القوات والكتائب وطيار المستقبل، متفقين ما عندنا اي مشكله. المشكله انه اليوم الطرح اللي طرحه نبيه بري ولا حزب الله ماشي فيه ولا مش العون ماشي فيه. اي طرح؟ الطرح المختلط. خلي يبلش نبيه بري يقنع حلفائه بما فيهم حزب الله ومش العون بالقانون المختلط، وساعتها بنقعد كلنا على الطاوله، وساعتها بقدر اكد لك انه القوات بيمشوا فيه والكتائب بيمشوا فيه وطيار المستقبل بيمشي فيه وحتى وليد جملاط بيمشي فيه، بنكون كلنا اتفقنا. بس اليوم العقدة من وين جاي؟ جاي من هني. اليوم الكتائب والقوات يعني بطلوا مع اللقاء الأرثوذكسي، مشروع اللقاء الأرثوذكسي. اليوم في تفاوض عم بيصير على موضوع قانون انتخابات. اذا اليوم في وضع انه ما ينمشى بالقانون الارثوذكسي، ينمشى بشيء تاني في وفاق عليه، ايه كلهم بيمشوا فيه. انا شخصيا انا ضد اللقاء الارثوذكسي. انت كنت اعلنت انا اعلنت موقف يعني بس ما بدي اروح اليوم بارجع بانه ضد او مع. يعني اليوم بطل الموضوع اذا مع او ضد. اليوم في قانون انتخابات بده يصير، بيقدر يصير. بدنا نسهل الامور لنوصل الى انتخابات بموعدها. اليوم قانون الارثوذكسي ما بيمد لصله لحصول انتخابات بموعدها. اللقاء الارثوذكسي رح يخرب الجلسة، رح يعمل خلافات، رح ينسحب منا طيار المستقبل، وما رح تودينا ولا لقانون انتخابات ولا انتخابات بموعدها. وانا برأيي لما انا هجمت القانون الارثوذكسي بوقتها وكتار انتقدوني، ولكن بفهموا المب كان من منطلق وحيد انه هيدا القانون سيخرب كل البروسيدور يلي رح تجي من بعدها. والبرهان على ذلك قانون أرثوذكسي اليوم شرخ بمحل معين 14 أذار، عمل شرخ سياسي بين الأطراف، وصلنا إلى عدم حصول انتخابات بموعدها، وهيدا الأخطر. أو اليوم إذا بدو ينبت موضوع الأرثوذكسي بمجلس النواب رح تفرط الجلسة. فعلى كل الحالات طرح القانون الارثوذكسي بهداك الوقت كان هدفه الوصول الى الفراغ والحصول الى عدم الاتفاق على اي قانون اخر. طب وكمان اذا رحتوا بكره طرحتوا مختلط بالجلسه، كمان يمكن في فرقاء ينسحبوا من الجلسه يقولوا ما كمان ما بدنا. اذا عفوا اذا انطرح بكره بالجلسه جلسه نيابيه عامه اذا صارت، واجى فريق قال بدنا نطرح نحن مشروع قانون للانتخابات مختلط بين النظام الأكثري والنسبي، يمكن في فريق كمان، يمكن الجنرال أو فريقه كله ينسحب من قلب الجلسة، شو بتعملوا كمان ساعتها؟
بيقدر هو ينسحب اذا بده، بس اليوم المهم انه اذا حلفائه معه حزب الله رح يتركه وحده وينسحب. اذا اليوم اذا المشكله هي بالجوهر، اول شيء انه الارثوذكسي بالجوهر ما بيناسب اللبنانيين. فينا اليوم نلاقي توافق معين على قانون، على قانون انتخابات معين نقدر يوصلنا الى انتخابات بموعدها. ولكن اليوم اذا بدنا نفوت بديباجة طويلة عريضة وهيدا الشيء يؤدي لعدم اجراء الانتخابات بموعدها، ما بفتكر ولا هيدا لمصلحة الجنرال عون ولا هيدا المصلحة لأي فريق آخر باللبنان. اليوم يعني بافتتاحية صحيفة الأخبار في كلام أنه عن خلاف بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشيل عون، له علاقة بمسألة عقد جلسة نيابية وإقرار اقتراح اللقاء الأرثوذكسي، أنه الرئيس بري متمسك أنه هو ما في يغيب يعني فئتين من الشعب اللبناني عن مسألة قانون الانتخابات يلي هن الطائفة السنية والطائفة الدرزية. الأهم بهذا بفتكر بهذا المقال اللي ذكرته، الأهم هو موقف ميشيل عون من قانون الستين، لأنه الواضح أنه منسوب له كلام بيقول بكل وضوح أنه بيقول بيطلب منه من بعض نوابه أنه يحضروا حالهم على الحصول انتخابات بموعدها بأسرع وقت وعلى أساس قانون الستين. فوكأنه هو راضي على قانون الستين وهو موافق على قانون الستين. يعني أنا بتصور بعمق تفكير الجنرال عون هو موافق على هذا القانون، يعني بالنهاية هو هذا القانون هو جابه وهو بيتغنى أنه هو جابه. لما بالدوحة هو رجع قال أنه هذا القانون هو قانون بعيد الحق لأصحابه، وهذا القانون هو قانون جنرال عون، وهذا القانون رح يحول وضع المسيحية بالبلد وإلى ما هنالك. هذا هو القانون، واليوم جنرال عون ماشي بهذا القانون، ولكن تحت صراع عناوين حلوة ورنانة و64 نايب ينتخبون المسيحيين وإلى ما هنالك، يعني جذب الشارع المسيحي بالآخر. فعليا جنرال عون يريد الحصول انتخابات على كما هي، والبرهان على ذلك اكثر من هيك كل نواب التيار الوطني الحر عم بيشتغلوا على الدوائر، عم بيحضروا حالهم، وصلوا فتره عم بيحضروا حالهم على اساس الدوائر تبعهم الحاليه، يعني على اساس دوائر 2009. يعني اليوم اذا بتطلع ببيروت حركه المرشحين تبع التيار الوطني الحر محصوره بالاشرفيه المالي الصيفي، حتى على المدور ما عم بينزلوا. بالمتن كذلك الامر، بجبال كذلك الامر، بكسروان كذلك الامر، بجزين كذلك الامر، وحتى حتى حتى بزحله. فبالنسبه لالهم عمليه الانتخابيه تبعهم واضحه انه رح ستتم على قانون الستين، واكثر من هيك على قانون 2009، واكثر من هيك انا بتصور وبتخيل انه عم ياخذونا انه ضيع تضيع بتضيع الوقت، وهن مجهزين حالهم والامكانيات تبعهم جاهزه الى اقصى حد، وبالنهاية رح تصير الانتخابات بموعدها وبيكونوا أخذوك كما نقول بالمغليطة أو بتضيع الوقت. بس الجنرال عون كان قايل يعني هذا أمر مش ممكن يرجع عنه، أنه لو بده شو ما كان يصير، يعني مش أول مرة أفضل ألا تجرى الانتخابات من أنه تجرى على أساس القانون اللي صار بالدوحة. يعني هذا كلام واضح كان عند مش بس عند جنرال عون، عند كل التيار الوطني الحر. مش أول مرة أول شيء بغير رأيه جنرال عون، وثانيا هو واضح امامك الكلام، وبفتكر انه منه كلام، ما بفتكر انه كلام منسوب له، كلام بفتكر هو قاله مباشره. ويعني هلا ما فينا نقول اذا هو قاله ولا مش قاله، بس هون يعني بتقول صحيفه الاخبار انه عون ابلغ عددا من نواب تكتله ما مفاده ان اقتراح اللقاء الارثوذكسي لن يقر، فالقوات انقلبت عليه وكذلك الكتائب، ويبدو ان الرئيس بري لا يريده ايضا. يعني عم بحملكم مسؤوليه انتم والرئيس بري، بكره بقول لهم للراي العام القوات انقلبوا عليه والكتائب انقلبوا عليه والرئيس بري ما بده اياه، نحن امام امر واقع لازم نعمل انتخابات على قانون 60. بحملكم مسؤوليه. انا ما بفتكر انه صعد الراي العام المسيحي بقول مزبوط انتم ما خليتوا للجنرال عون يوصل لا. انا ما بفتكر انه بيقدر يحملنا مسؤوليه، لانه المسؤوليه بتكون لما في قانون الكل مش موافق عليه او البعض الاكبر منه موافق عليه. ما فينا اليوم نجي نقول انه ما عملنا جهد كامل وتقديم عده احتمالات اخرى لنوصل الى قانون جديد. يعني قدمنا الدائره الفرديه، وقدمنا الخمسين دائره، وقدمنا المختلط كله كرمال تنوصل الى تفاهم.
ولكن ما كان في نية انه اليوم لما تكون لما اليوم بتضل المسيحيين حقهم. عفوا ما بيعطوا المسيحيين ال 50 دايره بيعطي اكثر من حقهم المسيحيين بيعطيهم يعني مزبوط مش 64 نائب بينتخب بيكونوا تقريبا اذا ماني غلطان 54 ولكن بفتكر انه شغله دجا كثير منيحه ولا بل بالعكس بتكون اليوم عم بتكرس الوحده الوطنيه وبتكون عم بتكرس حقوق المسيحيه بالحالتين. القانون الدائره الفرديه انا بنظري من اهم الاقتراحات. انا بالنسبه لي اذا اليوم لازم لبنان يتبنى قانون حديث ومتطور وخاصه يضاين للمستقبل هو الدائره الفرديه هو الحل الوحيد للبنان بالمستقبل. لانه اي من هول القوانين اللي عم ينطرحوا اليوم ان كان الدائره ان كان المختلط الارثوذكسي او المختلط او الارثوذكسي او الستين هيدا منه قانون بضاين بالمستقبل. هيدا رح ينعمل عليه قانون او دورة او دورتين ولا حتى بنوصل على الدورتين دورة واحدة ونرجع بنقول لا منه منيح ولا منه ظابط. وخاصة موضوع النسبية اي قانون نسبي اليوم معطوف على شرط طائفة او على شرط مذهبي او على شرط مناطقي ما رح يمشي بالبلد. قانون النسبة ممتاز انا بنظري من اهم القوانين يلي ممكن تقترح بكل بلدان العالم. ولكن المشكلة ما في بلد بالعالم مقترح او عنده قانون نسبة معطوف عليه شرط منطقة او شرط طائفة او شرط مذهبي. ما في اليوم لما بتجي بتعطف عليه شرط من هالشروط او حتى كمان في بعض الاشخاص عم بيقولوا انه بدنا نفوت الكوتا النسائي عليه. لما بتجي بتعطف اي شرط من هالشروط بصفي التمثيل النسبة تمثيل خاطئ. فرح نجربه يمكن نوصل لمرحلة انه نجربها. خي بدكم نجرب النسبية وتقول منجربها بس النسبية ما بتضاين. انا بأكد لك انه احتساب الاصوات او ان كان عملية التصويت او ان كان بالمستقبل التمثيل ما رح يمد بصلة لمجلس نيابي مزبوط او الى للتمثيل شعبي مزبوط ورح نرجع ننقلب عليه بعد 4 سنين. فانسب قانون فعلا نقدر نحطه مرة نهائية ويكون هيدا القانون المعتمد للأجيال الجاية ومعتمد بالمستقبل ومعتمد إلى ما لا نهاية الديمقراطية في لبنان هو القانون الدائرة الفردية يلي بيعطيك تمثيل واضح للمناطق بيعطيك تمثيل صحيح للطوائف بس مش على أساس فقط الترشيح ولكن على صعيد الانتخاب كمان. يعني بالمستقبل إذا أردنا بالمستقبل نلغي الطائفية السياسية يعني عم نفكر فيها اذا بده ينعمل مجلس شيوخ وانا مع انه ينعمل مجلس شيوخ بالبلد ويكون القانون يلي يسمى القانون الارثوذكسي هو القانون الانتخابي تبع مجلس الشيوخ ويكون التمثيل والضمانه للمسيحيين ولا الاقليات ولا كل الطوائف بمجلس الشيوخ ويكون مجلس النيابه هو التمثيل المناطقي المزبوط. التمثيل المناطقي الصحيح بيكون بقانون الدائره الفرديه. طيب يعني بس تعطي مثل بسيط اذا بكره بكسروان يلي هي 99% منا موارنه بينتخبوا فيها مثلا بجرود كسروان قرر واحد سني او شيعي يترشح بيمثل القيم والاخلاق المبادئ الوجدان المنطقه وحبوا الاهالي انه يشوفوا انه هو بيقدر يمثل لهم هالقيم وهالمبادئ ليش لا. بس هيدا عم نحكي اكيد بمدى طويل مش اليوم. بس اليوم بدنا نحط نظرة للمستقبل بلبنان كيف بدنا اياها. انا بنظري هيدي انسب حل لمستقبل لبنان. مجلس شيوخ يقدر يضمن تمثيل الطائفة حقوق الاقليات والتمثيل الطائفي المزبوط ومن ناحية اخرى مجلس نيابة ممثل حقيقي للمناطق وللدوائر الصغرى يكون في تمثيل حقيقي بين الناخبين والمرشح او النائب وساعتها بنكون عم نبني مجلس نيابي وديمقراطيه نحو المستقبل مش عم نبني ديمقراطيه فقط للاونه الحاليه ونشوف انه لانه القوات مش متفقين مع الكتاب او بدنا نعمل قياس قانون انتخابات لتيار المستقبل او بدنا نعمل قانون انتخابات على قياس حزب الله وعلى قياس القوات او على قياس الكتاب. مش هيدا ابدا المطلوب. اليوم نحن بحاله انه نحط قانون انتخابات نحو المستقبل. أتوقف أول مرة مع الإعلان ومتابعي نهاركم سعيد. وأنا أعود لمتابعة نهاركم سعيد مع النائب الشيخ نديم الجميل. طيب يعني
في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق يتعلق بقانون الانتخابات وأي اتفاق كمان يتوصل بكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، برأيك يعني إلى أين ستتجه الأمور؟ من سيحكم البلد عندها؟ كيف رح بيكون تعاطي الفرقاء السياسيين مع بعضهم؟ هل هناك بالفعل خطر أمني جدي محدق في لبنان؟ أكيد في خطر أمني كتير كبير، في يعني الخطر هو رح يكون من الفراغ. وأنا بفتكر هون إذا بدنا نعمل شوي هيك نزيح شوي بس عن موضوع السياسي المباشر، الوضع الاقتصادي اللي اليوم عم نعيش فيه رح ينهار بعد أكتر. يعني هو دجا منهار، دجا صار في غليان أسعار، دجا الفوضى عامة من الناحية الاقتصادية، رح نعيش كمان فوضى أكبر أمنية وفوضى أكتر سياسية. أنا كتير 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 متخوف من مستقبل من المستقبل القريب إذا فتنا بفراغ دستوري وأمني واقتصادي. يعني اليوم الأجهزة الأمنية فارغة، المجلس النواب سيفرغ إذا ما صار في انتخابات، بشك إنه نقدر إذا ما اتفقنا قريبا نقدر نوصل إلى حكومة جديدة بوقت قريب. مني شايف الأمور والأفق مفتوحة أمامنا، وخاصة بظل الوضع المتشائم يلي عم بتعيشه المنطقة. ما بدي أعطي صورة سيئة، ولكن اللي عم أقوله اليوم دجا عطيتة إيه لا، بس ما بدي يكون عم بعطي فقط صورة سيئة، عم بعطي شو ممكن يصير إذا اليوم ما تداولنا الأمر في داخل البلد في شيء يتعلق فينا مباشرة. أنا برأيي اليوم وبرجع قادرين كفرقاء لبنانية تتفقوا بين بعضكم من دون أي وصاية من الخارج؟ يعني أنا يعني يبدو أنه فعلا مسألة الوصاية مسألة يعني أساسية بالنسبة للبنان. لا من أساسية، لا فشر من أساسية أبدا. اليوم إذا بعد في أحزاب عم بتنفذ قرارات أو استراتيجيات أو أجنديات خارجية في الداخل اللبناني أو في سوريا، هيدا شيء يتعلق فيها، هيدا شيء يتعلق ب ب بأمور هي يمكن أرادتها. أنا اليوم إذا حزب الله عم بنفذ أجندة سورية إيرانية بسوريا، أنا من هالمنطلق كان إذا بدك كنت أعتبره خصمي، أو كنت أعتبره أنه ما بقدر اليوم أتفاوض أنا وياه. ولكن اليوم أنا اللي عم بطلب منه لحزب الله أنه بالمستقبل ولا رح يكون في سوريا مثل ما هي اليوم، ولا رح تكون يمكن إيران مثل ما هي اليوم. اليوم في فريق لبناني حقيقي واقف هو وياك، وبده يوقف هو وياك. أنا اليوم إيدي ممدودة لحزب الله اللبناني. أنا اليوم بدي أنه حزب الله يتلبنن ويصير فعلا عم بفكر لبنانيا قبل ما يكون عم بفكر إيرانيا أو سوريا أو إلى ما هنالك، لنقدر نوقف نحن وياه، وساعتها منشوف نحن وياه شو فينا نعمل. وهيدا كان موقفنا من طاولة الحوار. أنا لما كنت أرفض أنه نقعد على طاولة حوار بالمبدأ ونبحث بسلاح، لأنه كنا عم نبحث مع إذا بدك ممثل إيران في لبنان، وهيدا شيء أنا ما بقبله. بس حزب الله ما بيقول هيك، حزب الله بيقول هو سياسته لبنانية وأجنته لبنانية بس كمان يعني بين القول والفعل في وادي يعني. لا بس كمان لأنه اليوم لما منشوف أنه سلاحه جاي من إيران وتمويله جاي من إيران وأجنت عم بحارب اليوم باسم الإيرانية بسوريا وعم بدافع عن النظام بسوريا لأنه مطلوب منه من إيران يدافع عن النظام بسوريا، ما بفتكر بقى في شيء فيه بقى شيء من اللبناني من اللبنانية. وحتى بدي أروح أكثر من هيك، بفتكر في أزمة أساسية بالشارع الشيعي اللبناني رافض اليوم هالتحرك هيدا العشوائي تبع حزب الله بسوريا، ومنه كتير راضي كمان الطائفة الشيعية، منه كتير راضية كمان والمناطق بالبقاع وبجنوب، منهم كتير راضين انه كل جمعة كل اسبوع يجي هون فوق 20-30 شهيد من سوريا ويجي وينطم وما حدا يحكي فيه وينسكت على الموضوع. هيدا يعني رح تخلق له أزمة حتى لحزب الله بالمستقبل هيدا الأمر، وهيدا الشيء نحن بنرفضه اليوم أنه يكون في لبنانيين إن كانوا شيعة أو سنة أو حتى يمكن إذا في دروز أو مسيحية لبنانيين
يكونوا عم بيقاتلوا الى جانب ان كان النظام او ان كان المعارضه بسوريا. بس حزب الله يعني بمحل من المحلات يمكن بيعتبر هذه المعركه كمان معركته، باعتبار انه بيعتبر انه النظام السوري هو جزء من 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 هال من هال من شبكه الممانعه بوجه اسرائيل بوجه امريكا، هيك بيعتبرها. شبكه الممانعه بتكون في الداخل اللبناني، شبكه الممانعه الوحيده يلي بتسند حزب الله وبتسند الفكر يلي عم بدافع عنه يمكن حزب الله يلي هي سيادة لبنان، ما في إلا الداخل اللبناني وكل اللبنانيين بيعطوا إياها. للأسف اليوم، للأسف اللبنانيين اليوم ما نهم كلهم متفقين مع بعضهم على شو معنات السيادة. يعني بيقبل حزب الله أن سوريا تقصف الحدود اللبنانية وتقصف مناطق سورية ومناطق لبنانية وينزل صواريخ سورية على بعض الضيع اللبنانية، ولكن شجرة بجنوب تعمل حرب. طب هذا أمر غير مقبول. أنا اليوم يلي 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 حابب نتوصل له تنرجع لأمورنا، أنا اللي خايف عليه هو أكتر إنه كان من ناحية السياسية والأمنية يمكن بعد مطبات عديدة مرقنا فيها وما بطلت كتير تخوفنا، ولكن هاي لأول مرة عم نمرق بأزمة اقتصادية مثل من النوع اللي نحن عم نمرق فيها من كل النواحي. طب ما كان في حكومة موجودة وما قدرت عالجت الأزمة الاقتصادية؟ ما هي المشكلة، هاي المشكلة الأساسية. يعني اليوم أنا ما كنت، أنا اليوم إذا كنا بوضع مرتاح ما كنت بنبسط أبدا أن تسقط الحكومة، مش أنه يسقط نجيب ميقاتي. مظبوط انا ما كنت ضد انه نجيب ميقاتي يجي على الحكومه وتجي هيدي الحكومه وهيدي حكومه سوريا وهيدي حكومه حزب الله، مظبوط، ولكن الاحساس انه انبسطنا انه سقطت هالحكومه مش من باب انه فل نجيب ميقاتي او فل حزب الله وبطل مطل ماسك. انا انبسطت اليوم انه فلت هالحكومه لانه الوضع الاقتصادي يلي ورطتنا فيه وعدم الثقه يلي ورطتنا فيه وورطت لبنان فيه أزيتنا وأزيت كل المنظومة الاقتصادية تبع الدولة اللبنانية. بس قبل ما تابعنا وياك في معنا النائب الأستاذ حكمة ديب. نهارك سعيد. يسعد صباحك. لا لك لباش أستاذ حكمة. اليوم يعني في كلام وارد بصحيفة الأخبار، أول شيء بيتحدث عن خلاف بين الجنرال عون والرئيس نبيه بري له علاقة بمسألة الدعوة لإعاقة جلسة عامة وإقرار اقتراح اللقاء الأرثوذكسي. هل صحيح في خلاف من هذا النوع؟ يعني هذا أكيد في تمايز نوعا ما ظهر بسبب يعني حرص الرئيس بري على أنه كما يقول دائما ويكرر أنه هو لن يعقد جلسة بظل غياب طائفة معينة. هذه مردة برأيي أنا إلى التزام معين هو دائما بقوم فيه تجاه ميثاقية الجلسات، يعني وانه ان لا يكون هناك يعني اي مكون طائفي مقاطع للجلسه، الا انه في يعني مخارج عديده يعني هو تفوه بها وفي سيناريوهات عديده ممكن انه نروح الى جلسه من دون مقاطعه طائفي او مكون سياسي اساسي نحن بنعترف انه بتمثيله. فراح يكون في يعني نوع من إذا بدك مخرج لهالمشكلة هيدي اللي هي باتت معروفة يعني وباتت إنه طائفة مغبونة ومهمشة عم تستغيث لكي تستعيد تمثيلها، وهذا لن يأتي على حساب طائفة أخرى بل يأتي من ضمن ما هو منصوص عنه بالدستور وبالقوانين. ف أنا ما بنكر أن هناك خلاف بهذا الموضوع أو اختلاف وجهات النظر، لكن يجري الآن على يعني إذا بدك إيجاد مخارج لهالمسألة هذه. فينا نعرف شو هي المخارج مثلا؟ مخارج ربما أنه يكون في يعني تفاهم حول مشاركة يعني مكونات تابعة لهالطائفة هذه، وأن لا يكون هناك مقاطعة جذرية أو يعني 100% من طوائف معروفة مينية يعني. نعم. طيب كمان يعني بنفس المقال اللي ورد بصحيفة الأخبار أنه العماد عون أبلغ عدد من نواب التكتل أنه اقتراح اللقاء الأرثوذكسي لن يقر، أنه القوات انقلبوا عليه والكتائب والرئيس بري كمان ما بده إياه ويستحيل أن يقر، والظاهر أنه قانون 60 هذا الحكي مش صحيح. مش يعني صحيح يعني ما عرفتم حضروا حالكم على أساس انتخابات على قانون 60؟ لا 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 مش هيك أبدا يعني هذا ما بعرف
منين مخترعينها. يعني أنا فيني أقول لك إنه البحث الرسمي وداخل الأروقة وخارج الأروقة دائما نحن عم نصب الجهد لكي يقر هذا القانون، قانون اللقاء الأرثوذكسي، سعيا إلى تصحيح الخلل التاريخي اللي اعترى إذا بدك مسألة تمثيل المسيحيين. نعم. ومسألة إنه القوات لن تؤيد أو الكتائب لن تؤيد، هيدي هن بيجاوبوا عنا، ونحن بعدنا لهلا متصورين إنه هناك في تضامن يعني أو في تكاتف حول النقطة هذه، في إجماع مسيحي لكي نذهب إلى جلسة يقر فيها هذا القانون. هلا أنت بدك تستغرب يعني نحن، أنا ما فيني حط حالي بفكر يعني هالحزبين هن بيقدروا يجاوبوا. بنرجع يعني أنا بعلي الصوت وبقول إنه من نشدهم إنه أن لا يكون هناك أي تلاعب بهالمسألة، سيما إنه في فرصة تاريخية لكي يصحح هذا التمثيل ونروح على تمثيل حقيقي ومشاركة حقيقية مثل ما لازم، خلافا لما كان يحصل سابقا، رغم انه انا بحمل المسؤولية ايضا. نعم. انه بفترة من الفترات هالحزبين شاركوا اطراف سياسية هن اللي سببوا هذا التهميش. نعم. بدي اسال يمكن انه نحطها باطار الصحوة او الانتفاضة على تغييبهم هن. نعم. من قبل حليفهم اللي استأثر بالمقاعد اللي هن بيستحقوها. يعني بيستحقوها. نعم. طبعا. طيب استاذ حكمت، بالنسبه لمساله الاستشارات النيابيه الملزمه، يعني هل صار في تشاور باسم الشخصيه اللي ممكن تسموها يعني انتم حلفائكم؟ لا في عده اسماء، يعني ما صار في حسم لهذا الموضوع، ونحن ما عملنا اي اجتماع بهذا الخصوص كتكتل. اللي عم تسمعه هو بالتصريحات العلنية انه ممكن انه تتجي صوب الرئيس الصفدي او الوزير الصفدي، وغير مع عدم استبعاد يعني الرئيس ميقاطي وشخصيات اخرى. هذا الموضوع لم يحسم ولم يبحث حتى. نعم. شكرا للأستاذ حكمة ديب على هذه المداخلة. في عندك اي تعليق على كلام الأستاذ حكمة؟ لا، بس انه كلام التحريض اللي دايما بنسمعه من استاذ حكمت يعني تعودنا عليه. وين محرض؟ ما لا، انا قصد انه نحن تحالفنا مع طيار المستقبل هو كان اخذ لكم المقاعد اللي بتستحقوها. كان في وضع شاذ بالبلد. ايه، مش بس من طيار المستقبل، كان في وضع شاذ من قبل الهيمنة السورية اللي كانت موجودة بالبلد، يلي اليوم هي ركبت هالمنظومة هيدي يلي اليوم نحن عم نحكي عنها. لما كلنا عم نيجي نقول انه صار لنا 25 سنة التمثيل المسيحي كان مغيب، من ورا شو؟ التمثيل المسيحي كان مغيب من ورا فقط طيار المستقبل، او كان مغيب ب92 وبال96؟ ومين كان قائم بوقتها على هالتهميش المسيحي هيدا؟ مين قتل بشير؟ بدنا نرجع على سؤال، مين همش المسيحيه باغتيال بشير جميل، ومين همش المسيحيه باغتيال روني معوض، ومين همش المسيحيه بكل الاغتيالات اللي صارت وبالحروب العباسيه اللي صارت؟ بدنا نحكي عن كل هالمواضيع. انا اليوم بتصور انه يلي اليوم فعلا همش الدور المسيحي السياسي قبل الانتخابي وقبل التمثيل البرلماني، يلي همش دور التمثيل المسيحي في لبنان هو النظام السوري، هو النظام يلي اليوم متحالف معه ميشيل عون، هو كل هالهيمنة العباسية يلي صارت بالبلد من 98 من 89 لليوم، من قبل السوري، التهجير، الخوف، الهيمنة الاقتصادية، الهيمنة السياسية، كله هيدا أدى اليوم للتهميش المسيحي قبل المقاعد. ما بدي أحكي بالمقاعد قد ما بدي أحكي عن موضوع الهيمنة السياسية، عن قمع الحريات وعن قمع الأمن بالبلد. مين قتل بيير جميل؟ مين قتل جبران تويني؟ مين همشوا؟ مين قتلون هول كلون؟ مين كان عم بجرب يلغي دور المسيحي بالمجلس النيابي والدور المسيحي الحزبي ودور المسيحي اللي على الأرض؟ مش النظام السوري؟ ما حدا يجي يحمي، ما حدا يجي يحط الأمور بإطار الغلط. اليوم في مشكل أساسي اللي هو مش التمثيل. أنا ما بهمني، أنا اليوم إذا جبت 64 نائب، فكرك أستاذ بسام فكرك اقتصادي بيصير مزدهر أكتر؟ فكرك إذا بجيب 64 نائب اليوم بقدر يعني بصير حس حالي إنه إيه اللي بتصير الأراضي بالمناطق بالبعلبك أو بجنوب أو بما بعرف بأي منطقة بتبطل تنبيع للمسيحية؟
ببطلوا يبيعوا أراضيهم أو بيصيروا حاسين حالهم بأمان أكتر؟ أكيد لا. الأمان بيكون بالشراكة الحقيقية بالوطن، بيحسوا حالهم أنه اليوم المكونات تبعهم مكوناتهم الجوهرية مظبوطة. هيدا اليوم يلي نحنا بدنا نرجع نفكر فيه، بدنا نرجع نفكر اليوم كمسيحي كيف بدي أرجع أقوي حالي بالبلد، بدي أقوي حالي باقتصادي، بدي أقوي حالي بثقافتي، بدي أقوي حالي بحضارتي، بدي أقوي حالي بالبنية التحتية تبعي. اليوم أنا وين بلوم الحكومة هيدي شو عملت؟ إنه اليوم لما وزير الاتصالات بيجي بيقول لك صار معي 4G وصار معك 3G وإلى ما هنالك، طب هيدا كله لوين بده يروح؟ أساساً اللي بيستفيدوا من 4G ومن 3G هي أنجأ 5% من المجتمع اللبناني. بس اليوم المشكل إنه ما حطينا ولا استثمرنا بالبنية التحتية الأساسية. اليوم إذا استثمرنا بقطاع الاتصالات، ما عم بحكي هذا الكلام لأنه اليوم خصمي وزير الاتصالات، بالعكس عم بحكي هذا الكلام لأنه من أهم قطاع اليوم بالبلد هو قطاع الاتصالات. وإذا منطور هيدا القطاع ومنحسن البنية التحتية تبعه، اليوم قادرين بقدر الإمكان نخلق فوق 5000 وظيفة جديدة لهالشباب، يقدر يرجع يحس حاله منتج بالحياة الاقتصادية الوطنية من كل النواحي. بس اليوم كان لازم نطور البنية التحتية تبع شبكة الاتصالات تبعنا. وين شبكة الاتصالات تبعنا؟ الفايبر أوبتكس بعدها لليوم منا موجودة بالبيوت. التواصل الحقيقي والانترنت المزبوط مع سرعة عالية منه موجود اليوم بالبلد. تعرف انه اليوم اذا فقط منحسن وضع الانترنت بالبلد، في خلق لنا فوق بالقليلة في اكتر من تقريبا 500 شركة اجنبية ممكن تجي تفتح بلبنان وتستعمل لبنان كهب، من داتا سنترز، من كول سنترز، من بنوك، من تواصل، من الى ما هنالك. بس هيدا اليوم ما في اليوم خطة مستقبلية للاقتصاد الوطني. كذلك الامر اليوم عن البترول، انه اليوم عم ينحكى وبلشوا بالبري كواليفيكيشن تبع البترول. طيب حدا اليوم بيقدر يقول لي شو الخطه، خطه الدوله بالمستقبل عن 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 القطاع النفطي بالبلد؟ اليوم في عندنا خيارين، في هيئه اداره، في عندنا هيئه اداره القطاع يعني البترول، فضل في وزير، فضل ما احكي عن الاشخاص لانه ما بعرفهم، فضل ما احكي عن الاشخاص لانه ما بعرفهم. بس في الوزير بس اليوم مش الوزير بس ما هيدا المشكله، مش الوزير بسير اليوم بيقرر مين الاشخاص يلي بيديروا هالقطاع وكيف بدها تستعمل الاموال، كيف بدها تستعمل الاموال وكيف بدها تروح الاتجاهات. لا، في سياسة حكومية كبيرة بدها تنرسم من اليوم لخمسين سنة لقدام. في عنا خيارين أمامنا، في عنا إذا بدك خيار العراق مثل ما كانت على أيام صدام حسين أو اليوم الجزائر بإدارة البترول، أو في عنا خيار آخر مثل مش رح روح النرويج ولكن مثل أبو ظبي، مثل دبي، مثل السعودية بإدارة الأموال. يمكن السعودية مش كتير يعني، بس انه اكتر شيء بحب اخد مثل ابو ظبي وقطر، يلي اليوم هالاموال هيدي ما استعملت لافادة بعض الاشخاص او لافادة تطور او تعبئة جيب بعض السياسيين او بعض الزعماء، استعملت لتطوير المجتمع كله، لتهيئ المجتمع كله من اساسه، لتعلية نمط عيشه. اليوم انا مثل ما شايف البترول مثل ما مطروحه اليوم منا ابدا بهذا الاتجاه. هيدا يمكن عم بيعمل ما بدي اتهم لانه بعد بكير لنتهم، بس انه انا مثل ما شايف رايح الاتجاه، رايحين لصفقات، رايحين لتعبئه الجيبات، رايحين لكوميسيونيه، رايحين لعده امور ما بتمد بصله لمصلحه لبنان ولخطه لبنان. ولكن اليوم من هلا من اليوم لازم الجامعات تتطور، البرامج الجامعات تتطور. اليوم لازم مش الجامعة اليسوعية اللي بتعلم حقوق، لازم تعلم حقوق يعني في شيء بتسمى درو بتروليه. طيب في شيء بتسمى جامعة خاصة ممكن تعملها، حتى بالجامعة اللبنانية المناهج اليوم لازم تتطور، لازم يصير في اليوم اقتصاد حقيقي لمتطور. ما عندنا ولا نقل مشترك، بس مين هي السياسة الاقتصادية اي حكومة بدها ترسمها؟ هي عم تدفع بحدود 10 مليار دولار بين معاشات واجور وخدمة دين وتسكير عجز الكهرباء. طيب كيف بدها تعمل هون؟ ودي كتير بسيطة، اليوم ما في حكومة اجت وحطت امامها خطة واسعة لحل هالمشكلة الاقتصادية. اليوم خلينا ناخد الكهرباء، خلينا نجزئهم، او خلينا اخد لك النقل المشترك بل نبلش فيه لان كنت عم بحكي عنه.
النقل المشترك اليوم كل موظف اليوم بالدولة اللبنانية بيقبض تقريبا 8000 ليرة حق النقليات تبعه، اذا بدك باخر الشهر بيصيروا مشي 200000 بفتكر اذا ماني غلطان، حق بدل نقل. اليوم اذا 8000 ليرة على كل الدولة على كل الموظفين الدولة اللبنانية انحطوا بصندوق ونعمل من 15 سنة وبعد مش مأخر نعملها، يعني وقتها كان بقول 15 سنة فينا نبلشها اليوم، نحطوا كلهم بصندوق لبناء نقل مشترك حقيقي جديد. أول شيء بتوفر عجقة، بتوفر وقت، بتوفر تلوث، بتوفر على اقتصاد داعم أكتر. هيدا اللي لازم اليوم ينعمل، بس ما حدا بفكر. إذا اليوم بدنا نجي ناخد مثل ما قلت قطاع الكهرباء، أنت بتعرف أنه اليوم الدين العام تقريبا 65% منه ناتج من الكهرباء، وبعدنا لليوم نحكي بدنا نعمر معامل وبدنا نعمل بدنا نجيب بواخر وبعد الكهرباء مقطوعة. بينما اليوم إذا منخصص قطاع الكهرباء وإذا منقدر نخلي القطاع الكهربائي ينتج أكثر من ما يكون دين أو يكون عم بيشكل خسارة للميزانية للميزانية الدولة، منكون عم نربح، يعني منكون عم نخفف هال 60% العجز يلي عم بتشكلها الكهرباء على الموازنة. أكثر من هيك كمان، إنه اليوم المواطن إذا بدي أحكي عن وجعه المباشر، اليوم المواطن بيدفع 500000 ليرة يمكن حق موتورات وكهرباء، حق موتورات، وبيدفع شي 200000 ليرة حق الكهرباء تبعه. يعني جروسو مودو الفاتورة الكهرباء تبعه 500 دولار، ثلاث ارباع رايح للموتورات وللكهرباء البديلة. طب ليش؟ ليش اليوم وقتها بزحلة كهرباء زحلة بتجي بتقول يا اخي انا مستعد انتج، محل ما دفع المواطن 500، محل ما يدفع المواطن باخر الشهر 500 دولار بين 500000 موتورات و200000 كهرباء عادي، انا مستعد اعطيه الكهرباء كامله واصله على بيته 24 ساعه ب 300000 او ب 400000 ليره. ليش لا؟ ليش بيرفض الوزير باسيل؟ عم بحكي لو اذا بدنا نحكي بطريقه مؤقته، ولكن اليوم ما حدا سئلين عن المواطن، اليوم ما حدا سئلين عن هالامور البسيطه يلي ما عم بتخلي الاقتصاد والعالم تعيش بارتياح وتعيش بلا فاضي. اليوم بتروح على دبي او بتروح على قطر او بتروح على فرنسا، شي انجأ بتوصل لهونيك بتحس حالك مرتاح، بتحس حالك رايق. انجأ بتحط حالك بتحط اجرك بلبنان، ضغط نفساني وضغط اقتصادي وضغط امني. طب هيك ما فينا نكمل نعيش هيك. انا عم بحكي هذا الكلام، يمكن مش وقته يمكن وقته، بس عم بحكي هذا الكلام من وجع المواطن يلي عم نسمعه يوميا، يلي ما بيقدر بقى يكمل هيك. وانا برايي اذا اليوم ما في امن وما في مجلس نيابي وما في حكومه، المواطن رايح لانهيار والاقتصاد رايح لانهيار، رايحين الى مش رح اقول حرب، ولكن رايحين الى فوضى الى بدايه ولكن ما لها نهايه. طب مش شايفين مسؤولين كل هالصوره؟ انا بفتكر مش شايفينها، واذا شايفينها مش عم بيعالجوها، واذا ما بدهم يشوفوها لانه مستفيدين مباشره، وكل واحد مستفيد بمحله، وللاسف ما حدا عم بيشوف معاناه المواطن، ما حدا عم بيشوف اليوم انه القوى الشرائية، إذا القوة الشرائية تبع المواطن اليوم بغض النظر إذا عليناه له إذا عطيناه زودة أو إذا عليناه له سلسلة الرتب أو الرواتب، بغض النظر إذا هيدي رح تنعطى وبالآخر القوة الشرائية تبعه رح تضعف، شو بدي فيها؟ صحيح. يعني اليوم إذا بيقدر المواطن كان عم بيشتري علبة التوم 500 ليرة، اليوم عم بيشتريها ب 2000 وعلينا له الريدبو ب 200000 ليره، شو بيكون عاملين؟ ما بيكون عاملين شيء. هتوقف ثاني مره مع الاعلان ومنتابع نهاركم سعيد. ونتابع الجزء الاخير من نهاركم سعيد مع النائب الشيخ نديم الجميل. طب الشيخ نديم، يعني عم تحكي عن مساله الفراغ، عم تركز عليها كثير وتقول انه مش لازم يصير هذا الفراغ لانه سيؤدي الى يعني امور كارثيه على مختلف الصعد. طب اليوم بينحكى انه ممكن يتمدد لمجلس النواب، ساعتها بطل في فراغ على صعيد مجلس النواب، وساعتها بيكون بالامكانيه في التمديد هو تشكيل حكومة. التمديد هو فراغ. ليه تمديد فراغ؟ لانه التمديد سيؤدي، يعني اليوم
النظام الديمقراطي مبني على شغلة أساسية، وهيدي أنا بعتبر أصلاً أساساً إذا بدنا نحكي اليوم عن بلدان العربية أو غيرها، اليوم اللي عم بيصير بمصر وغيرها كله مبني، وحتى بتونس وبالثورات مبني على شغلة أساسية، تداول السلطة. إذا صار إذا احترمنا تداول السلطة منكون عم نأكد الديمقراطية. إن شاء الله يجي اليوم يربح 8 أذار، بكرة تربح 14، بعد بكرة يربح ما بعرف مين، ما بهم، بس المهم يصير في تداول بالسلطة. هيدي أهم نقطة بالديمقراطية، إذا ما حفظنا عليها منكون عم نخرب كل النظام الديمقراطي. مشان هيك اليوم أي تأجيل أكثر من شهرين اللي هو يسمى تأجيل تقني، إذا انجبرنا فيه أي تأجيل أكثر من شهرين سيؤدي إلى ضرب المنظمة الديمقراطية تبعنا، وهذا شيء ما ممكن نقبل فيه. يعني اليوم من أجل سنة وبعد سنة، من أجل بعد سنتين، ويلا روحي شوفي لوين منوصل، لأنه تهيدا المجلس النيابي هو ينتخب رئيس الجمهورية، وبعدين منشوف إذا منتخب رئيس الجمهورية أو ما منتخب، أو من أجل رئيس الجمهورية أو ما من أجله. لا، في احترام، في احترام لكل استحقاق بنوصل له، إن كان استحقاق مختار إلى استحقاق انتخابات رئيس الجمهورية. عظيم. كل استحقاق مهم بوقته، ما فينا اليوم نأجل. طب أنا كنت سألتك سؤال إنه طب أليس لدى اللبنانيين قدرة على إتمام هذه الاستحقاقات بمواعيدها؟ يعني ليش هذا الخلاف؟ ليش هذا التمسك؟ كل واحد يتمسك بمواقفه، كل واحد بده هو يبدي مصالحه على المسألة الأساسية بالبلد، واللي هي مثل ما ذكرت تدور السلطة. يعني ليش اليوم نحن نبقى لآخر دقيقة حتى نعمل انتخابات، ومنصير نيجي نقول مضطرين نمدد لمجلس النواب لأنه ما اتفقنا، أو لأنه بنعمل تمديد تقني، وإنه ما في حكومة لأنه مختلفين عن حكومة؟ يعني ما بعرف من وين بدي بلش، ما بعرف مين لازم لوم، او ما بعرف شو لازم ينقال بهيك وضع. بس انا برايي تاخرنا كتير، يعني حكى بموضوع قانون الانتخابات اخر 10 اشهر، واكثر من هيك يعني الاقتراحات اللي انطرحت، وخليني احكي حتى من فريقنا انطرحت وما نعطيها فرصه للنقاش. يعني اليوم رحنا بس تنقول انه عم نعمل شيء، ما كان في جدية فعلية بالعمل. واليوم لما عم نوصل إلى استحقاق وعم نشوف إنه العملية عم تتبلور، يعني إلى وشك انهيار كل هالأمور، صرنا عتلنين هم أكتر. اليوم أنا برأيي في استحقاقات فينا نروح فيها إلى أقصى حد. أنا برأيي أحسن حل اليوم نجيب حكومة فقط تعمل الانتخابات، حكومة تكنوقراط، حكومة لون واحد، حكومة بيقبلوا فيها الكل، غير مرشحين، تقدر تعمل انتخابات بيقبلوا فيها الكل، نعمل الانتخابات بموعدها، وساعتها بنرجع بنشكل حكومة على اللون الناجح في الانتخابات النيابية. بس مثلا بيقبلوا فيها الكل، ما بعرف، بس اليوم في اذا في حدا اليوم ما بده يقبل انه نعمل انتخابات بموعدها، هو بيكون عم بيتحمل مسؤوليه خراب البلد، هو بيكون عم بيتحمل مسؤوليه ضرب الديمقراطيه، وهو بيكون عم بيتحمل مسؤوليه اذا رجع دخل لبنان الى الى شيء ما بنعرفه. طيب كما اقول الحرب، لانه اليوم الوضع اللي عم بيصير بسوريا وتوريط لبنان بمحل معين بالأزمة السورية ما عم بتبعدنا أبدا من أنه نحن نكون بطريقة محصنة بوجه أي من هالتداعيات اللي عم بتصير. بالعكس، في يعني فرقاء لبنانيين متورطين بالأزمة السورية أكثر من هيك. أنا عم بقولك أنه حتى يمكن يستخدموا يجيبوا الأزمة السورية إلى لبنان. طيب حزب الله اليوم بيقول انه انا بدي حكومة ضل رافع شعار الجيش والشعب والمقاومة. انا بدي حكومة ترفع شعار الشعب وبس، ومصلحة المواطن وبس. اليوم المواطن، انا صراحة ماني شايف انه المواطن بده مقاومة، وماني شايف انه المواطن بده حرب، ولا شايف انه المواطن بده كيف بدي اقول لك، ماني شايفه رايح بولا من هالاتجاهات. اليوم بده استقرار، بده سلام، بده امان، بده اقتصاده يكون
منيح تيقدر هو يكون عايش بطريقة مرتاحة. ماني شايف ابدا انه المواطن بده يروح بهذا الاتجاه. هيدا انا اليوم بدي اعالج الموضوع. طيب اذا اليوم فريق اذا اليوم حزب الله لمصلحته الشخصيه لا يقدر يحافظ على سلاحه، لا يقدر يحافظ على مكوناته، لا يقدر يحافظ على سلطته، لا يقدر يحافظ على الصراع اللي عم بيقوم فيه بسوريا، بده حكومه تيجي تسنده وتوقف الى جانبه. انا ما بدي اياه. انا بدي انا اليوم بدي احافظ على هذا البلد. هذا البلد تحافظ عليه بدي اعمل له انتخابات بموعده، بدي اعمل له انتخابات بدي اعمل له انتخابات، بدي شكل له حكومة من هلأ لوقتها تقدر تدير هيدي الأزمة الصغيرة، ومن ثم بدي اقدر شكل له حكومة توصلنا أيضا إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد، ومن ثم نرجع نعمل تشكيل حكومة جديدة. طيب رئيس الجمهورية يعني عم بيحاول أنه يعمل شيء ويمكن يرجع يكرر الدعوة لعقد طويلة الحوار كتير مني. أنا تعرف موقفي من طاولة الحوار بالمبدأ، موقفي كان ضد طاولة الحوار وضد هالاجتماعي اللي كان يصير ب خليني أكمل ضد طاولة الحوار وضد الاجتماعي اللي كان يصير فقط للفولكلور وفقط لنجتمع وما بيكون ولا عم بطمن المواطنين وكنا عم نأجل الأزمة. اليوم بنظري طاولة الحوار مختلفة. اليوم من بعد دعوة رئيس الجمهورية الى الاستشارات. الى الاستشارات بفتكر من الضروري انه يصير في طاولة حوار ويصير في دعوة للأقطاب السياسيين، يمكن مش بالشكل اللي كانت تنعمل بالماضي، لانه اليوم اذا هيدي الطاولة بتقدر تساعد لعدم وصول الى فراغ ولنتفق انه ما نوصل الى الفراغ والى المشكل الكبير، انا مع طاولة الحوار. يعني ساعتها بصير في تغيير لجدول اعمال طاولة الحوار. اكيد بده يكون اكيد طاولة الحوار حاليا بس بتبحث بمسألة السلاح. اكيد دعوة لطاولة الحوار بده يكون دعوة فقط للبحث كيف ما بدنا نوصل للفراغ. واذا هيدا الشيء بقرب وجهات النظر وبنقدر نوصل الى تفاهم الى وضع حكومة الى وضع انون انتخابات والانتخابات بموعدها ومن ثم الى انتخابات يمكن رئاسية بموعدها كمان، هيدا كله بيكون جدول اعمال طاولة الحوار. انا ما بقول لا اذا في مجال لعدم الوصول الى فراغ والى الفوضى بالبلد. عم تشتغل انتخابات بالاشرفية ولا ما عم تشتغلوا انتخابات ولا؟ عم نشتغل، ما وقفنا نشتغل. يعني نحن اليوم صار لي 4 سنين بفتكر قمت بكامل واجبي، في كتير امور قدرت حققها، في كتير امور للاسف يمكن الطاقات اللي كان عنا اياها ما كانت تكفي لنقدر نعطي كل هالشيء. عدم وجودنا بالحكومه الاخيره اكيد ما ساعدت كثير كمان للخدمات والى ما هنالك، وحتى كمان الحكومه اللي قبلها اللي كنا فيها كانت حكومه لا عمل، فما كانت عم تعمل شيء، فكمان كان في نقص. ولكن بفتكر اليوم انه بالمستقبل اي عمل بدنا نقوم فيه بده يكون عمل فعال اكثر، بده يكون بتوجه اكثر، وبفتكر انه قدرنا عملنا كثير بالاشرفيه، وبعدنا رح نعمل ورح نكمل نعمل. والانتخابات منا الا مرحله صغيره بالنسبه لنا قدام خدمه المواطن العامه اللي عم نقوم فيها واللي عم نشتغل كرماله، يلي هي منا فقط بمرحله انتخابيه ضيقه. انا اليوم المشاريع يلي عم قوم فيها بمنطقه الاشرفيه ان كان على صعيد المدارس ان كان على صعيد المستشفيات ان كان على صعيد الماء بالمنطقه، كله ضمن خطة لطويلة المدى، ومش بس بتنحصر بأمور ضيقة أو وقتية. أخصامكم يعني كمان عم يشتغلوا على الأرض وعندهم إمكانيات يمكن أكبر من إمكانياتكم. أكيد إمكانياتهم أكبر، يعني هيدي واضحة، وبفتكر كل العالم يعني ما في اليوم اثنين يناقشوا. على كل، أنا صراحة ماني متكل أبدا على الإمكانيات، خضت الانتخابات الماضية بإمكانيات كتير محدودة، ورح يمكن هالسنة كمان خوض الانتخابات بإمكانيات كتير محدودة. متكل على الرأي العام يعني؟ مش بس متكل على الرأي العام، متكل اليوم على وعي أهل الأشرفية وأهل كل اللبنانيين على أهمية الدور السياسي المباشر وليس الخدمات الضيق. اليوم في موقف سياسي وطني أساسي الواحد بده ياخده وبده ياخده على عاتقه، وهيدا الموقف السياسي بدنا نحن كمان نكون قد القدرة
وقد قد الامانه يلي حطوا الاهالي ثقتهم فينا، ونقدر نشكل حكومه جديده تقدر تعبر عن مصالح الناس وتقدر تشكل هاجز امام كل خوف يلي اليوم عم بيعانوا منه الاهالي. هيدا الخوف يلي ناتج من عدم الثقه، هيدا الخوف يلي ناتج من القلق، هيدا الخوف يلي ناتج من الوضع الاجتماعي والمعيشه التعبان، هيدا كله نحن بدنا نجي نعالجه. وانا بقدر اكد لك استاذ بسام بس انه رح يكون عندكم فرصه لتعالجوا هذه المواضيع. اكيد ما جبتوا اكثر من 2009 وما قدرتوا لا تعملوا حكومه ولا تقدروا. صار في كثير اغلاط، صار في كثير اغلاط من 2009 بما فيهم اساسا تشكيله الحكومه الوحده الوطنيه اللي بفتكر انا كانت من اسوء التجربات، يلي للاسف سعد الحريري يمكن كان عنده مشروع كثير حلو ما قدر يطبق شيء منه لانه كانت حكومه تعطيل وحكومه واقفه وحكومه ما قدرت انتجت. ولكن انا بدي اقول لك اكثر من هيك، اليوم من بعد رحيل سعد الحريري اجت حكومه لون واحد، اجت حكومه 8 اذار بامتياز، ما حدا يقول لي لا. حكومه الوزير الجنرال عون عنده فيها 10 وزراء، حزب الله عنده الاكثريه فيها، عنده كان معه كان عنده أكثرية نيابية، كان بيقدر يطبق مشروعه الكامل وطبق مشروعه يلي هو خراب الدولة ويلي هو ضرب كل المؤسسات الدولة. اليوم عم بيسلمونا حكومة ما فيها أمن، ما فيها اقتصاد، ما فيها قرار سياسي، ما فيها موقف خارجي، ما فيها شيء. يعني لازم 14 يعني تشكل الحكومة، ما فيها شيء. اليوم تجربة 8 أذار بالحكم تجربة فاشلة، تجربة ساقطة، تجربة ما ممكن نعيدها. فإذا 14 أذار لازم ترجع الحكم هلا؟ أكيد 14 أذار لازم ترجع الحكم من بعد الانتخابات النيابية. بعد الانتخابات النيابية لازم نربح الانتخابات ونشكل حكومة ونفرجي بكل جدارة وبكل أمان إنه اليوم نحن قادرين نحكم هذا البلد وقادرين نعمل من هذا البلد بلد إلى على قد طموح كل لبناني، على قد طموح كل مواطن بيحلم يعيش بلبنان مثل ما عم بيعيش اليوم بدبي او بقطر او بفرنسا او بكندا، بيقدر فعلا يرجع يحس حاله انتمائه انتماء لبناني، بيقدر يرجع يحس حاله انه هو بيفتخر يعيش على هيدي الارض. هيدا انا حلمي بهيدا البلد، وهيدا حلمي كسياسي، هيدا حلمي كنايب، وهيدا يمكن حلمي يكون بغير مركز يمكن يكون فيه. انا اليوم بحلم انه هيدا البلد يكون بلد لكل لبناني ويقدر يعبي طموح كل مواطن فيه. متفقين على هذه النظرة بحزب الكتائب كلكم سوا؟ ما بفتكر في ولا مرة كنا على خلاف بهذه وجهة النظر، إن كان على صعيد المستقبل أو إن كان على صعيد أنه نخلق نعمل من هذا البلد بلد مزدهر، بلد منفتح، بلد يكون في أمان، يكون في ثقة، مش أنه يكون في نهار آل جعفر أو آل ما بعرف شو يجوا يعني يعملوا لنا خطف أو يخطفوا الدولة ما تقول لهم شيء. لا أكيد ما هيدي الفوضى ما بحياتها كانت موجودة عنا. من وقت ما واجهنا الفلسطيني بال 75 وصولا الى اليوم ما بحياته كان هدفنا انه ما يكون هدف اقتصادي اجتماعي ويكون في احساس مواطنيه اكثر بالبلد. حزب الكتائب رح يرشحك باشرفيه يعني؟ اليوم بعد حزب الكتائب ما قرر عن مرشحينه، ولكن بفتكر اليوم من الطبيعي انه يكون مرشح الكتائب بالاشرفيه، وبفتكر انه قمت بكامل واجبي بالاشرفيه ان كان على صعيد الكتائب او ان كان على صعيد النيابه. طيب يعني حكى انه لقاء صار بين الشيخ سامي والاستاذ مسعود الاشقر، شو هدف هاللقاء يعني؟ هل هو تقريب وجهات النظر؟ هل هو محاوله استعاده الاستاذ مسعود الاشقر الى حزب الكتائب؟ ام هو هي ذكر كل واحد جميل يعني؟ كل واحد حابب يرجع على حزب الكتائب او كل واحد خرج من حزب الكتائب وحابب يرجع الى حزب الكتائب اهلا وسهلا فيه من بعد ما يطوب. ان كان مسعود الاشقر من بعد ما يطوب ان كان مسعود الاشقر او غير مسعود الاشقر ان كان مسعود الاشقر او غير مسعود الاشقر. نحن اليوم حزب الكتائب مفتوح للجميع، اذا حب هو يعود له ويلتزم بالمبادئ السياسيه تبعه ويتوب على كل شيء عمله بالماضي يلي اخرجوه من الحزب. هلا اذا مثل ما عم بتقول هي كانت العاب خارج القواعد هيدي ما بتفيد. انا ما بقول، انا عم بسالك. لا عم بتقول زكزكي. انا عم بسالك انه هل الامر كان في زكزكي؟ انا عم بقول لك اذا هيدي كانت العاب خارج القواعد خارج القواعد ما بتكون لمصلحه حدا وخاصه مش لمصلحه حزب الكتائب. اكثر من هيك بفتكر ما في لزوم.
ما بحثت هذا الموضوع يعني مع رئيس الحزب، مع ما حكيت مع الشيخ سامي بهالموضوع؟ رئيس الحزب كان مسافر يعني وقتها صارت الحدة، ومن وقتها بعد ما يعني بعده مسافر، سافر سفرتين يعني، وانت كان واحدة على الكويت تانية على امريكا بعد ما صار يشوفه. بس اكيد هذا الموضوع بده ينحسم يعني، مش وهذا منه 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 امر بينحكى هلا. قديش كقوى 14 اذار يعني فينا نقول هلا بهذه الفترة انه في تنسيق مقبول بيناتكم، وانكم ممكن توصلوا الى قرار متفق عليه بمسألة الحكومة وبمسألة الانتخابات؟ لك بفتكر ما رح نروح على الاستشارات ما نكون متفقين كلنا مع بعضنا ك 14 اذار شو رح نعمل. القرار بعد ما اتاخد، بعدهم المشاورات مشين، بعد في امور عديده بدها تتبلور من هلا لاخر الاسبوع، من هلا للاستشارات. ولكن من هلا لوقتها في كثير يعني بقدر اكد لك انه 14 اذار رح تكون موحده، رح تكون رح تواجه المشاكل يلي رح نواجهها بالمستقبل، ان كان استحقاق النيابه او ان كان استحقاق الحكومه او لا ما هنيك، بكثير وعي وبكثير وبكثير تضامن بين بعضنا البعض، لانه ما المرحله الجايه ما بتسمح لنا نكون مشرزمين او نخوض المعركه بالمفصل او نخوض المعركه كل واحد على قياسه او كل واحد مفرطع بالمال. لا، 14 اذار واعي لهيدا الشيء ورح نكون موحدين بكل الاستحقاق اللي جايين. يعني تجاوزت 14 اذار ازمه اقتراح اللقاء؟ بفتكر واضح اليوم، بفتكر واضح اليوم، مش عم بحكي انا فقط من 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 باب من يعني من باب الشخص اللي كان معارض للقانون الارثوذكسي، ولكن بفتكر واضح اليوم انه ان كان القوات او الكتائب تخطينا كلنا العجز للوصول الى قانون الى قانون الارثوذكسي، وتخطينا يعني تخطينا الهاجز هيدا، وراح نروح الى قانون انتخابات يقدر يجيب الكل على الطاوله. وبتمنى اليوم، بتمنى فعلا من الجنرال عون ومن 8 اذار يعني يتنازلوا شوي من مطالبهم لنقدر ما نفوت البلد بفوضى وبخراب. شو بيتنازلوا عن اي مطالب بيتنازلوا؟ في مطالبهم هن بيعتبروها مطالب محققه. في قانون محققه ما اختلفنا، بس اليوم في قانون كمان محقق يلي كل العالم يعني 70% من الافرقاء متفقين عليه، يلي هو قانون المختلط. ماشي الحال، نتفاوض على قانون مختلط ونقعد على الطاوله، بس مش انه يكون رفض مطلق للمختلط ويكون فقط البديل هو لبنان دائرة واحدة. لبنان دائرة واحدة هو خراب للمسيحيين. بس ممكن كيف قبلين فيه ميشيل عون؟ للمسيحيين بيصيروا المسيحيين بشكله التلت بهيك قانون. ايه شو منكون عملنا يعني؟ هيدا بيكون جاب اقل من تلت. بيكون هيدا شو بيكون؟ بيكون جاب الحقوق للمسيحيين يعني لبنان دائرة واحدة؟ بس او بيكون عم يعمل او بالنظام النسبي؟ بغض النظر، بغض النظر. الاعداد اعداد بالنهايه، بالنهايه في رح يكون عندك 800 الف مسيحي عم ينتخب ومليون و600 الف مسلم عم ينتخب، اوكي. كلهم لنفس المرشحين، نسبيتك انت تلت، شو بنكون عملنا؟ هيدا بامن التمثيل المسيحي المزبوط النص، او هيدا اقل من النص، ما في نص. 900 الف شيعي و900 الف سنة ونحن 800 الف. شو بنكون عملنا؟ هولي عم بحكي ارقام لوائح الشطب، شو بنكون عملنا؟ لبنان دايره واحده، هيدا هو التمثيل المسيحي اللي بده اياه ميشيل عون؟ نحن نشكل ثلث من لائحه فيها 128 نايب، وهيدي بدون كمان الصراع على انه نحن مختلفين بالمعنى كمسيحيه. اليوم المهم برجع باكد، اذا لا قانون، اذا لا قانون ولا انتخابات، ما بدنا قانون، بدنا انتخابات. إذا هو هذا الخيار اللي موجودين أمامنا، بدنا انتخابات بموعدها شو ما كان القانون. بتقلي 60، بقول لك للأسف. شو بتقولوا لبطرك الراعي؟ كأس مر بس منه سم نشربه. شو هيك بتقولوا لبطرك الراعي؟ كأس مر بس منه سم؟ أنا إذا بترجع لي العملية أنا هيك بقول له إيه أكيد. لأنه اليوم الكأس السم بيكون بفراغ بفراغ الدستوري وبيكون بفراغ المؤسسات من كل المكونات تبعه. ما فينا هيك نكمل. شيخ نديم جبير بدي اشكر مشاركتك معنا اليوم بنهاركم سعيد، اهلا وسهلا فيك بالال بي سي. مشاهدينا ايضا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه والى اللقاء. انا بدي اشكرك بسام ومنعيد كمان كل المواطنين والمسيحيين خصوصا كمان. تسلم.